امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ضمن متابعة وتنسيق العمل فيما يخص عدد من الملفات ذات الأولوية، طبعا على رأسها سداد مستحقات الشركاء الأجانب. أخبار كتير حصلت امبارح، منها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن الهدف من دورية عقد هذا الاجتماع هو الاطمئنان على توافر مختلف المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن استمرار تواجد التيار الكهربائي دون انقطاع، تلبية لمختلف الاحتياجات الحياتية منها والإنتاجية. لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية وبما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وده في إطار متابعة وتنسيق العمل فيما يخص عدد من الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها سداد مستحقات الشركاء الأجانب ونتائج الحزمة التحفيزية للبحث والاستكشاف. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وفي هذا الإطار أشار المهندس كريم بدوي إلى أنه جاري تنفيذ برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، كما هيتم أيضاً خلال شهر أكتوبر المقبل الوفاء بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. في هذا السياق استعرض الوزير عدد من الملفات التي تضمنت الموقف التنفيذي لمشروعات الإنشاءات الشبابية والرياضية والافتتاحات وبعض المقترحات لزيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ده بالإضافة إلى نتائج وأداء البعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وموقف شبكة المعلومات والربط الإلكترونية مع الهيئات الرياضية والشبابية.